أول حاجة نشوف الامتحان مكون من كام سؤال، الأسئلة دي كلها لأن أنا اتسألتها كتير. أنتوا شايفين الشاشة معايا كويس صح؟ أي حد مش شايف الشاشة يعني يا ريت يكتب لي على في الشات، أنا عامل كده شير للسكرين. طيب يا ريت أي حد مش شايف الشاشة أو مش عارف يعمل، أطلب منكم بس تعملوا ميوت. هو كله شايفني كده؟ أنا لسه ما زلت بقبل بالناس، أنا نفسي أرد على كل استفساراتكم. في ناس كتير بعتالي في الشات مفيش صوت عندي. طيب يا ريت انا اعمل لكم اللاو، لان انت اي حد يقدر يفتح الصوت من عنده عادي، يعني اي حد ممكن ان هو يقدر يعمل ان ميوت، دوس على كلمة ان ايوه ميوت يا دكتور، فتح احنا الصوت. سامعينك يا دكتور. طيب تمام ممتاز. طيب بص يا شباب، هو السي ام اي مكونة من بارتين، بارت 1 وبارت 2. تمام احنا هنبدأ ببارت 1. طيب الامتحان مكون من كام، من كام ديجري، من كام درجة؟ الامتحان مكون من 500. تمام ال 500 دول في الامتحان انت المطلوب علشان تعمل باص، علشان تنجح في الامتحان ده مطلوب منك 360 درجة. طيب عايزين نعرف ازاي ان احنا نحقق ال 360 دول. الامتحان مكون عندي من وكاتيجوري ام اس كيو. الام اس كيو المفروض ان هو بيتكون من ايه؟ من 100 مالتي تشويس، يعني انت عندك 100 سؤال اختياري. السؤال الاختياري تقدر تختار من ايه؟ من اربعة. تمام يعني السؤال الواحد فيه اربع اختيارات زي ده بالظبط، بتختار ايه او بي او سي او دي. تمام 100 سؤال في الامتحان بيجي لك، طيب مدتهم قد ايه؟ 3 اور 3 ساعات، يبقى ال 100 سؤال مدتهم 3 ساعات. طيب ال 100 دول عليهم كام في الامتحان من ال 500؟ المفروض ان هم عليهم 375 درجة. يبقى انت علشان تبقى عارف الام اس كيو في الامتحان ال 100 سؤال عليهم 375. طيب وعندك ايه كمان؟ عندك الاسي، يبقى انا عندي مالتي تشويس 100 سؤال وعندك سؤال الايه الاسي، بيجي لك سؤالين اسي، اتنين اسئله مقاليه. طيب نبدا نتصرف ازاي في الموضوع ده. الام اس كيو قلنا ان احنا مكون من 375، طب الاسي مكون من كام؟ المفروض مكون من 125 صح؟ يعني 375 زائد 125 هم ال 500. طب انت عشان تنجح مطلوب منك كام؟ مطلوب منك 360. طب الامتحان مدته قد ايه؟ الامتحان مدته قد ايه؟ الامتحان مدته، يا ريت بس اللي بيلون او كده يحاول ان هو محدش يستخدم يا جماعة طيب ال 360، ال 360 عشان تنجح انت مطلوب منك هنا 375 و125. طيب ال 375 انت عشان تنجح وعشان يتفتح لك الاساي مطلوب منك 250، يعني مطلوب ان انت تجيب في الام اس كيو المينيمم، مينيمم كده اقل حاجه تجيب 150، ده المينيمم. طيب يبقى انا لو خلي بالك بقى الام اس كيو اللي هو 100 مالتي تشويس عليهم 375، مطلوب مني ان انا احقق 250 علشان يتفتح لي سؤال الاسي. يبقى عشان يتفتح لي سؤال الاسي مطلوب مني ان انا اجيب 250 فيما ايه، فيما فوق. طيب ال 125 انت هنا لو جبت 250 ده مينيمم عشان يتفتح لك الاسي، يبقى انا انت هنا في الاسي مطلوب منك كام على 360؟ مطلوب منك 110. طب الماكسيمم كام؟ 125.
يعني انت لو قفلت اسئله الاسئله المقاليه في الامتحان هتجيب 125، بس لو انت جبت المينيمم في الام سي كيو عشان يتفتح لك الاسي وتفتح لك الاسي، فانت بتقول مثلا كحد ادنى انت جايب 250، داخل معاك 250، ال 250 بلس ال 110 يديك الكام؟ 360، فتعمل باص. تمام، انتوا فهمتوا الموضوع ده؟ لو في حد ما فهمش الموضوع ده يبعت لي في الشات اوضح له اكتر. خلي بالك الامتحانات بيبقى عليها خصومات ساعات. كان نزل عرض، اخر عرض اللي هو الانترانس فيز والممبر شيب 40% هي اللي المحروقه لوحدها اصلا. كل ممكن تقفل الصوت بعد حضرتك؟ في ناس كتير والله يعني بتبعت لي، انا بعتذر من الناس اللي انا يعني مش قادر اقبلهم اكتر من كده عشان بس وقت المحاضرة. طيب يا جماعة يا ريت اللي عمال يلون او كده يا ريت ان هو ايه يشيل كل ده. طيب هنروح نشوف كده المنهج مكون عندي من ايه. طبعا بارت 1 مكون من 16 يونت، احنا هنشتغل من جولايم 2020 ان شاء الله. تمام، طب لما نشتغل من جولايم 2020 انا عندي كام؟ انا كان عندي 16 يونت. تمام، هو نزل جولايم 2021 في مكون من 20 يونت، بس ال 20 يونت المكون منهم جولايم لازم تخلي بالك من نقطة، هو شال حاجات وحط حاجات، فكده كده 16 يونت هم عليك في الايه؟ في ال 2021. ممكن يكون لغى حاجات بسيطة، بس كل ده هنعرفه ان شاء الله خلال ايه؟ خلال الكورس. طيب احنا بنبدأ ايه؟ يعني خلي بالك كده، انا عايزك بس تكون عارف حاجة، انا عايزك تكون عارف حاجة كويس، ان احنا في الامتحان، خلينا سيف ده، انت مطلوب منك 16 يونت لازم تكون مخلي بالك منه. جماعة الناس اللي بتفضل تبعت، انا عمال اقبل 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 اهو كله، بس انا وصلت لحد الاقصى يعني. طيب والله الناس معلش هستأذنكم بس ثانية واحدة. طيب احنا بنبدأ بجزء الكوستنج. جزء الكوستنج ده مكون عندي من كام يونت؟ من 4 يونت. تمام، جزء الكوستنج مكون عندي من 4 يونتس. في لودنج كتير يا جماعة وفي ناس عمالة تبعت، فيا ريت بس ايه نصبر شويه، يا ريت اللي عامل خطوط ده يحاول ان هو يشيلها، لان انا عشان اشيلها فمحتاج مجهود اهو. كلير اهو اهو. طيب يبقى انا عندي هنا جزء الكوستنج مكون من 4 يونت، ده اللي احنا هنبدا بيه ان شاء الله النهارده. طيب جزء الكوستنج زي ما انتم عارفين يونت 5 يونت 6 او اللي هو مش عارف، تمام، بيبدا من يونت 5 يونت 6 يونت 7 يونت 8، الفور يونتس دول هم اول جزء احنا بنبدا بيهم. طيب بعده بناخد جزء اسمه جزء البادجتنج اللي هو من يونت 9 يونت 10، يبقى الجزء اللي بعده على طول بعد جزء الكوستنج هو جزء البادجيتنج يونت 9 ويونت 10. طيب بعده بنعمل ايه؟ يبقى ده كده جزء البادجيتنج. طبعا البادجيتنج يعني عليها في الامتحان نسبة كبيرة، يعني ممكن عليها 20%، ده كده قسم البادجيتنج. البادجيتنج اللي هي ايه يا جماعة؟ اللي هي الموازنة. يبقى البادجيتنج اللي هي الموازنه. يبقى احنا هنبدا بجزء التكاليف الكوستنج مكون عندي من 4 يونت، بعد هنخش في جزء البادجيتنج اللي هو يونت 9 ويونت 10، بعده بناخد يونت 11 اللي هو الفاريانس،
يبقى الفاريانسات عندي هنا مكونه من يونت 11 تمام. طيب يونت 12، يونت 12 بيتكلم عندي من ريسبونسبيلتي سنتر، مراكز المسؤوليه واهميه مراكز المسؤوليه. عندي زي مركز التكاليف، مركز الايرادات، يبقى مركز الربح، البروفيت، هندرس كل مركز منهم. طيب وعندي كمان الانترنال كنترول في يونت 13 و14. انا لو اقولهم لكم مثلا باللون ده، يبقى يونت 13 يونت 14 الجزء ده يعتبر انترنال كنترول، بعده اخر جزء اللي هو يعتبر الاي تي. طيب يبقى احنا بنبدا بايه؟ اول حاجه بنبدا بالكوستنج، بعد كده بنخش على البادجيتنج، بعد كده في جزء فوق اللي هو جزء الفار اللي هو يونت 1 يونت 2 يونت 3. يونت 4 ده الانتجريتد ريبورتس تمام. يبقى احنا بعد جزء الكوستنج والبادجيتنج هناخد جزء الفار اللي فوق، بعد كده ننزل على الاجزاء اللي تحت اللي هو يعتبر الفاريانس الانحرافات يونت 11 ويونت 12 اللي هو بيتكلم عن الريسبونسابيلتي سنتر. طيب والانترنال كنترول اللي هم التو يونت اللي هو 13 و14، بعد كده بناخد 15 و16 اللي هو الاي تي. يبقى 1 2 3 جزء الفار، بعد كده بتكلم على الاجزاء ديت 5 و6 و7. يبقى ده جزء الاي تي اللي هو ايه 15 و16. طيب سايف لكم ده، تعالى بقى ايه نحاول نبدا ان شاء الله النهارده. هنبدا بجزء الكوستنج. طيب جزء الكوستنج ده مكون عندي من ايه؟ من 4 يونت. عليه كام في الامتحان؟ نسبته كام؟ نسبته 15%. يبقى ده يعتبر الكوست مانجمنت كونسبت هناخده تمام في يونت 5. بعد كده يونت 6 عندي مكون من كوست اكيوميليشن سيستم و7 و8، بادئين بيونت 5. طيب يونت 5 بيتكون من ايه عندي؟ اول حاجه كده اللي هو يعني اللي معاه ورقه وقلم يا ريت يعني ايه برضو، او اللي هو طبع يونت 5 او اللي معاه النسخه ديت يحاول ان هو ايه يكتب معايا الحاجات اللي احنا ايه هنقولها في المحاضره. يعني احنا طول ما بنتكلم في الليكتشر اي حد مش فاهم حاجه يحاول ان هو ايه يبعتها لي على الشات، وانا هرد على اسئلتكم ان شاء الله، احاول ارد عليكم باذن الله. طيب في ناس بتبعت لي كتير قوي في الشات، بس ان شاء الله ايه انا هرد عليكم كلكم باذن الله، احاول ارد عليكم كلكم مفيش مشكله. طيب عندي هنا بيتكلم اول حاجه بيقول لي sub disciplines of accounting اللي هي فروع المحاسبه. ركزوا معايا بقى نبدا بقى ايه الشغل باذن الله. طيب ايه sub disciplines of accounting؟ ايه هي فروع المحاسبه عندي؟ مكونه من ايه فروع المحاسبه؟ في 8 بس عايز اقبلهم. اوكي يا جماعه بعد اذنكم نحاول ان احنا قبل المحاضره ننظم نفسنا بحيث ان انا ليا ليميت معين بقدر بس ايه ان انا اقبله. في ضغط في لودنج كبير قوي في الايه في حته فعشان كده يا ريت بس ايه ما نعطلش نفسنا، عشان ما نعطلش نفسنا في الايه في الليكتشر وناخد من وقت المحاضره. طيب اول حاجه الفاينانشال اكاونتنج، المحاسبه الماليه. ايه هي المحاسبه الماليه؟ ايه موضوع المحاسبه الماليه؟ الفاينانشال اكاونتنج زي ما انتم عارفين دي بتطلع لي القوائم الماليه بتاعتي. طيب تعالى نبص على القوائم الماليه. ايه القوائم الماليه؟ يعني بص هنا بيقول ايه concerned يعني بتهتم principally مبدئيا with reporting to external users للمستخدمين الخارجيين. طب زي مين المستخدمين الخارجيين اللي احنا نقدر نطلع القوائم الماليه ديت ليهم؟ يعتبروا زي مين بالظبط؟ احنا بنقابل مين في حياتنا؟ انت عندك الاكسترنال يوزر دول المفروض ان انت هتبدا تاخدهم في جزء الفار يونت 1 اهم الاكسترنال يوزر. تعالى ناخدهم بالتدريج كده. شير هولدرز بالظبط صح، الانفستور المستثمرين. المستثمرين يقول عليهم المستثمرين او يقول عليهم الشير هولدر او الستوك هولدر، دول يعتبروا المستثمرين. هو بيقول لي نيد انفورميشن، محتاجين المعلومات ديت او القوائم الماليه تو ديسايد علشان يقرروا انا هعمل انكريز او ديكريز في الانفستمنت ان ذا فيرم او في الاستثمارات، اكتر من استثماراتي ولا اقللها بناء على ايه؟ بناء على المستثمرين دول. طب مين اللي هيساعد المستثمرين؟ الفاينانشال ايه ادفايزر او الفاينانشال اناليست، المحلل المالي او اللي بيقدم نصيحه ماليه ان هو يحلل القوائم الماليه للمستثمرين علشان يديهم قرار هل
تزودوا استثماراتكم في الشركه ديت اللي مطلعه القوائم الماليه اللي انتوا فيها، ولا تقللوا استثماراتكم؟ طيب الاكسترنال يوزر زي مين؟ مين مستخدمين خارجين للقوائم الماليه تاني؟ الكريديتور اللي هم الدائنون. طيب الكريديتور دول زي مين؟ يعني تعالى كده لما احنا نيجي نقسم كده الكريديتور والاكسترنال يوزر، خلي بالك انا عايزك تكتب جنبها يعني فوق في جزء الكوستنج طبعا مكتوب اكسترنال يوزر، اكتب جنبها ده من لا يتقاضى راتب داخل الشركه، يعني ما بياخدش راتب من الشركه بس الشركه بتتعامل معاه، سواء بقى كانت حكومه، مستثمرين، دائنين. طيب انا عندي الكريديتور دور يعتبره زي البوند هولدر، يعني حامل السند. طبعا البوند او البوندز لسه هناخدها في يونت 3 ان شاء الله في جزء الفار، بيتكلم عن السندات وازاي بيحصل لها امورتايزيشن، لان انتوا عارفين الاصول الاسد بيحصل لها ديبريشيشن اهلاك، اما البوند بيحصل له ايه؟ السندات بتحصل لها امورتايزيشن، وهنتكلم عنها ليها تيبل بيتعمل. ف وفي حاجه اسمها البريميوم، وفي حاجه زاد اسمها الديسكاونت للبوند. طيب يبقى اول نوع من انواع الكريديتور اللي هو البوند، البوند هولدرز حاملين ايه؟ السندات. طيب زي مين تاني كريديتور؟ زي البنوك، صح؟ يبقى الكريديتور زي البنوك. طيب الكريديتور زي مين تاني؟ حد يقدر يديني مثال عن الكريديتور؟ مثلا الدائنين، بوند هولدر، بنك، السبلاير، صح؟ السبلايرز اللي هم الموردين. الموردين خلي بالك يا اما تتكتب كده سبلاير يا اما يتقال عليهم فيندور، سبلاير او فيندورز مثلا، يبقى دول يعتبروا الكريديتور. ممكن يا جماعه تحاولوا تعملوا ميوت. طيب يبقى هنا ايه يعتبر الكريديتور؟ طيب الفاينانشال ادفايزر، الفاينانشال ادفايزر قلنا بنساعد مين؟ الفاينانشال ادفايزر ده المحلل المالي، المحلل المالي ده بيساعد مين يا جماعة؟ بيساعد المستثمر عشان يحلل القوائم المالية عشان يقدر يحكم هل يزود استثماره ولا يقلله، جميل؟ طيب رقم أربعة في الاكسترنال يوزر الايه؟ السيك، يسموها السيك أو الستوك تشينج، يسموه ستوك تشينج أند كوميشن، ستوك أند تشينج كوميشن، تمام؟ ايه هي ستوك تشينج أند كوميشن؟ خلي بالك الستوك اكسشينج كوميشن دي يعتبر البورصه، تمام؟ زي بورصه نيويورك وبورصه ناسداك. طبعا احنا لسه هنتكلم عن البورصه، خلي بالك في حاجه اسمها الفاينانسنج، التمويل. التمويل ده عشان يتم، يعني احنا عندنا كده بس عايز الفت نظركم لحاجه، فاينانسنج عشان اعمل تمويل يا اما بعمل تمويل عن طريق حاجتين، ديت والايكوتي. بالظبط، الديت والايه والايكوتي. طب الايكوتي بتديني دايما ايه؟ الايكوتي حقوق الملكيه، خلي بالكم يا جماعه. فاينانسنج تمويل، عشان اتمول يعني يجي لي تمويل لازم يبقى عندي اما ديت يا اما دين، تمام؟ الدين، الدين ازاي؟ ان انا اروح اخد قرض من البنك مثلا، كده انا اتدينت لونج تيرم ايه لون، صح؟ او ان انا اصدر بوندز، شركه تصدر سندات. طبعا السند بيبقى يعني خليني بس ارسم لكم كده حاجه بسيطه، السند ده يعتبر كده زي كانه البوند بتاعنا، تمام؟ السند ليه حاجه اسمها الايه؟ اسمها الفيس فاليو او البار فاليو، القيمه الاسميه للسند، يسموه فيس فاليو او يسموه بار فاليو، تمام؟ يبقى انا عندي الديت، الديت زي ايه؟ باخد لون او بصدر سندات. يبقى لون او بصدر سندات، السند ليه قيمه اسميه، ومثلا يعني بتبقى عباره عن حته ورقه بيتكتب عليها مثلا 100 دولار، سي مثلا 100 دولار اهو 100. يبقى انا كده عندي 100 دولار، يبقى دي القيمه الاسميه للسهم. طبعا بيبقى ليها انترست، يبقى ليها ايه؟ انترست. يبقى البوند، يبقى ده شكل البوند يا جماعه، تمام؟ يبقى ده البوند مثلا اهو القيمه الاسميه بتاعته. وفي انواع كتير جدا من البوند بقى، يعني في انواع كتير جدا من البوند. طبعا البوند ده ليه انترست، ليه فايده، تمام؟
يا اما بتباع ببريميوم يا اما بتباع بديسكاونت، بس ليه ايه؟ ليه انترست. يبقى اي ديت، اي ديون ليها ايه؟ ليها انترست، ليها فايده. طب الايكويتي، يبقى انا هنا بدفع، المفروض ادفع انترست اكسبنس، انما الكريديتور هياخد بالنسبه له انترست ريفينيو، تمام؟ هو اللي مسلفني. طيب معلش انا بعتذر للناس اللي انا ايه مش بقبلها، لاني بجد احنا بدأنا المحاضره، فانا انا بقى بحاول اقبل كله، بس انتوا ايه يعني تحاولوا تلتزموا معايا بقى ان شاء الله بعد كده. طب الايكوتي بتديني ايه؟ اونر شيب، ملكيه، بص ديفيدنس. وبتدي كمان ايه؟ اونر شيب، يعني انا كمستثمر راح ان انا ادفع فلوس في الشركه، تمام، او اعمل انفستمنت. طب ازاي بعمل انفستمنت؟ عن طريق الستوك، ان انا اشتري اسهم من الشركه ديت، يبقى انا بعمل فيها استثمار، فباخد منها ديفيدنس، يبقى باخد منها ارباح. بالظبط زي ما زميلكم قال، يبقى انا باخد هنا ارباح، اونر شيب، تمام، وباخد الملكيه. الملكيه دي لمين؟ بعمل شير للملكيه للانفستور، يعني انا بوزع الملكيه على المستثمرين. المستثمرين دول اللي هم اشتروا مني ايه؟ ستوك. طب انا بعمل ازاي الجورنال انتري لما باجي اعمل اشوينج للستوك، او ان انا اصدر سهم؟ هعمل ازاي الجورنال انتري بتاعه، القيد اليومي مثلا بيتعمل ازاي؟ حد يعرف؟ حد يعرف يقول لي؟ اول حاجه انا كشركه، انا بتكلم على شركه مش بتكلم على الانفستور، الشركه هتسجل كاش، صح؟ برافو. وبسجل ايه؟ بسجل كاش في الديبت اللي هو النقديه، تسجل في الديبت. طب في الكريدت سايد بسجل ايه؟ بسجل الكومن ستوك بالبار فاليو، كومن ستوك، صح؟ كومن ستوك. وبسجل ايه؟ البيدين كابيتال، الاديشنال بيدين كابيتال، بيدين كابيتال، صح. برافو عليكم يا شباب، برافو عليكم، برافو عليكم والله. اديشنال بيدين كابيتال، جميل جدا. يبقى انا هنا عندي مثلا سي، ان انا مثلا الستوك انا ببيعه ب 150 دولار مثلا، ببيعه ب 150 اهو. طيب انا واقف عليا بكام؟ تكلفته 100، يبقى انا كسبت فيه كام؟ الاديشنال بيد ان كابيتال، الاديشنال بيد ان كابيتال، معلش يا الناس اللي لسه مبتدئه بس عايزين نعرفها، الاديشنال بيد ان كابيتال تتكتب ازاي؟ الاديشنال بيد ان كابيتال اهي، بيد ان كابيتال ده معناه الربح بتاع الشريك. بالظبط، الربح بتاع الكومن ستوك، برافو عليك، صح. انا بعت، طيب جميل جدا. طب لما باجي اعمل اعاده شراء من الـ من الانفستور، اسمه ايه؟ تريجري ستوك، صح؟ شراء اسهم، بالظبط، تريجري ستوك، جميل جدا. يبقى انا التمويل هنا بيجي لي من ناحيتين، من ديون ديت وبدفع عليها انترست كشركه، وطبعا بسجل الجورنال انت بتاعي عادي خالص، انترست اكسبنس وكاش مثلا لو بدفع بالكاش. طيب في الحاله ديت انا عملت هنا ايه؟ يبقى انا عايز بقى اعرف بقى الستوك اتشنج اند كوميشن، يبقى انا هنا البورصه بقى، ستوك اند تشنج كوميشن. البورصه هنا بتبص على القوائم الماليه اللي الشركه مطلعاها، ليه؟ عشان تعمل اكسبت، تقبل الستوك. انت طبعا اول ما تخشوا البورصه بتلاقوا فيه لسته بيبقى مكتوب فيها اسماء الشركات والسهم ده طالع ولا نازل، يبقى انا عايز اعرف بقى في البورصه ديت بتحلل فيها محللين ماليين، تحلل القوائم الماليه علشان تقدر تعمل سسبند، تعمل اكسبت، تقبل السهم، يا اما تعمل سسبند. سسبند يعني توقف، سسبند ديت يعني ايه؟ توقف تداول السهم في البورصه. طبعا هنعرف ان هي بتعمل توقف على حاجه اسمها ريشيو، يبقى في حاجه اسمها ريشيوز، تمام. يبقى احنا خلي بالكم كده يا جماعه، الناس اللي تبعت لي على الشات انا هبص في ان شاء الله في المسجات، بس في ايه؟ في نهايه المحاضره. طيب يبقى انا هعمل سسبند بناء على ايه؟ ان ازاي بوقف تداول، يبقى البورصه ازاي بتوقف تداول السهم ده بتاع الشركه ديت؟ بناء على ريشيو النسب، طبعا هناخدها ان شاء الله في بارت 2 بالكامل، الريشيوز، الريشيوز بتاعت الشركه. بجيب كده القوائم الماليه وافضل ان انا ايه؟ اقسم، اشوف مثلا النت انكم بتاعت الشركه ديت، او الجروس مارجن برسنتج شكله ايه، الليكويديتي، اقيس السيوله بتاعت الشركه ديت، هل هتقدر ان يبقى عندها سيوله، او مثلا اقيس نسبه الديت عندها، الديون قد ايه، عشان اعرف حاجه اسمها الكريدت ريسك بتاع الشركه.
كل ده لسه هنعرفه ان شاء الله. فده الاكسترنال يوزر، تمام، انفستور، كريديتور، فاينانشال ادفايزر، محللين ماليين، البورصه، الريجولاتوري ايجنسيز، تمام. طب زي مين؟ التاكس مثلا اثوريتي، او التنظيم البيئي مثلا، المنظمه البيئيه، كل ده يعتبر مثلا ايه، لازم يبص في القوائم الماليه بتاعه الشركه. طيب تعال نرجع تاني كده بس خطوه هنا، الاكسترنال يوزر. طيب الفاينانشال ستيتمنت، ايه القوائم الماليه؟ زي ايه القوائم الماليه؟ الناس لسه ايه بادئه السي ام اي، او ما عندهاش بيزك انكم ستيتمنت. صح، الانكم ستيتمنت اول حاجه، برافو عليك. تاني حاجه ايه؟ البالانس شيت. طب انا عايز اعرف الانكم ستيتمنت دي مكونه من ايه. تعال نبص الفاينانشال ستيتمنت دي عباره عن ايه بالظبط. اهو بالانس شيت، دي شكل البالانس شيت، ده شكل البالانس شيت بتاعي. طيب البالانس شيت ده اللي هي الميزانيه، جميل جدا. طيب اسيت، لايبيليتيز، اونرز ايكويتي. طبعا انا عندي ايه ايكويشن، الايكويشن دي بتقول ايه، الاسيت الاصول ايكوال بتساوي اللايبيليتيز بلس الاونر ايكويتي، الالتزامات زائد الايه حقوق الملكيه. صح كده، اهو حتى 171900 عندك تحت هنا بتساوي ايه، ركز معايا، بتساوي ال 171900 الناحيه الثانيه، يبقى الاصول بتساوي الالتزامات زائد الاونرز ايكويتي بتاعتي، يبقى انا هنا عندي البالانس شيت. طيب ايه تاني من ضمن القوائم الماليه؟ ايه تاني؟ بي ان ال، كاش فلو، ستيتمنت اوف كاش فلو. طبعا لما نيجي نتكلم عن التدفقات النقديه، قائمه التدفقات النقديه، قائمه التدفقات النقديه مكونه عندي من ايه، من 3 اكتيفيتيز، اوبريتنج اللي هي القائمة التشغيلية، طبعا هندرسها بالتفصيل، كل ده هندرسه بالتفصيل، فما تقلقوش، مش عايزكم تقلقوا من حاجة إن شاء الله. طيب operating activities و investing activities وإيه تاني؟ و financing activities. بالظبط، و financing activities. يبقى operating activities، investing و financing. ال operating اللي هي إيه؟ الأنشطة التشغيلية، تمام؟ وطبعا operating في حاجة اسمها الدايركت، في حاجة اسمها الاندايركت. نبدأ بالنت إنكم، وبنعمل عليه adjustment، بنعمل عليه تعديلات، يعني هنعرف ازاي. يعني مثلا الديبريشيشن، الاهلاك، انا بس بقول لكم حاجه بسيطه بس لسه هنشرحها تفصيليا بعد كده. الاهلاك يعتبر نون كاش، نون كاش ايتم، يعني هو الاهلاك اللي هو ايه، مصروف غير نقدي، يبقى الاهلاك مصروف غير نقدي، صح؟ عشان كده لازم اعمل ايه، لازم اضيفه، لان هو في النت انكم بيبقى مطروح. فانت لما بتحط في النت انكم، النت انكم، تعال نبص على النت انكم كده، الانكم ستيتمنت، عشان اطلع النت انكم عشان اروح احطه في الكاش فلو ستيتمنت، اللي هي قائمه التدفقات النقديه اللي بتعد واحده من ايه، من القوائم الماليه، عشان كل ده عشان اطلع فاينانشال ستيتمنت. طيب النت انكم، النت انكم انا في منها نوعين، في من النت انكم او الانكم ستيتمنت في منها نوعين، في نوع اسمه المالتيبل وفي نوع اسمه السنجل. يبقى في منها نوعين، نوع اسمه المالتيبل، ده النوع اللي اسمه المالتيبل، مالتيبل كاتيجوريز. ليه؟ بص هقول لكم انا ليه. طبعا الحاجات اللي احنا بنعملها دي ان شاء الله هرفعها لكم مع المحاضره. اهو احنا عندنا مثلا income statement زي ديت، ليه قالوا عليها multiple income statement؟ ليه سموها multiple income statement؟ multiple بتتكتب ازاي اهي؟ multiple income statement عشان ايه؟ اول حاجة خلي بالك، انا لما اجي احط نشاط الشركة الاساسي كمبيعات، اهي شايف السيلز ديت اللي هي 100,000، ده اول قسم منها، فده يعتبر اول كاتيجوري، اول صنف من اول تفريعه من الانكم ستيتمنت. طب تاني تفريعه تعتبر ايه، اللي هي الاوبريتنج، اوبريتنج اكسبنس اهي، يبقى دي تاني تفريعه الانكم ستيتمنت. طب الاوبريتنج انكم، حد يعرف الاوبريتنج انكم اللي هي ايه؟ ايه الاوبريتنج انكم؟ نعم،
ممكن الدخل التشغيلي، الربح التشغيلي. ايوه اللي هو اسمه ايه بقى، يترجم الى ايرنينج صح، بيفور ايوه الانترست اند تاكس اللي هو الاي بي اي تي. يبقى خلي بالك الاوبريتنج انكم، عشان في ناس كتير كانت بتغلط فيها، الاوبريتنج انكم بتساوي هي الايرنينج بيفور انترست اند تاكس. المفروض انا بعد كده بروح اطرح الانترست فيديني الايبت اللي هي الايرنينج بيفور التاكس، اطرح التاكس يديني الايه الانكم ستيتمنت النت انكم، يديني النت انكم او النت بروفيت اللي هو ايه صافي الربح صح، او صافي الدخل في الاخر خالص. طيب يبقى خلي بالك كمان في حاجه اسمها نون اوبريتنج اللي هي الانشطه غير التشغيليه او الانشطه الاخرى. يبقى انا بص هنا بصنفها لايه، يبقى لازم احترم الانكم ستيتمنت بتاعتي، لازم يقف طابور. انا عندي نشاط اساسي في الشركه، انا مثلا ببيع ثلاجات، يبقى ده نشاط اساسي او نشاط رئيسي في الشركه بتاعتي. يبقى الثلاجات ديت بيعها او المبيعات او الايرادات، طبعا السيلز ال 100,000 ده لازم يتحط فوق، تمام، ده النشاط الاساسي ببيع ثلاجات. طيب احنا عندنا مثلا بنزينه، يبقى النشاط الاخر ده المفروض يتحط تحت ما يتحطش فوق، ده عشان احترم الانكم ستيتمنت لازم يبقى فيه احترام للقوائم الماليه بتتعمل ازاي. طيب السيلز ده محطوط بالجروس ولا محطوط بالنت ولا توتال سيلز، وايه نظامه ال 100,000؟ حد يعرف ال 100,000 دي محطوطه بايه؟ دي محطوطه بالنت سيلز. خلي بالك يا جماعه الرقم ده اللي هو ال 100,000 السيلز، خلي بالك في يعني في حاجه اسمها في فرق بين الريفينيو، في حاجه اسمها التيرن اللي هو السيلز والتيرن اوفر، تمام، هقول لكم عليهم دلوقتي. طيب السيلز هنا دي مكونه من النت سيلز، يعني الرقم اللي بيتحط فوق دايما ده اسمه صافي الايرادات، يعني انتوا بتقولوا عليها ساعات الايرادات على طول، بس هو اسمه صافي الايرادات ال 100,000. يعني مثلا النت سيلز ديت علشان تصبح 100,000 كده، سي مثلا ان النت سيلز مكونه من ايه؟ مكونه من جروس سيلز ان هو كان ب 120، نفترض مثلا ان هو كان ب 120,000. الجروس سيلز ده المفروض يطرح منه حاجه اسمها سيلز ريتيرن اند الاونس. جميل، يبقى انا جروس سيلز في الاول خالص 120,000، يبقى ال 120,000 بطرح منها السيلز ريتيرن اند الاونس، سي مثلا دي كانت ب 10,000. طيب ثالث حاجه يا عم السيلز ديسكاونت، ايه هي السيلز ديسكاونت؟ خصم المبيعات. صح، خصم المبيعات بالظبط، خصم المسموح. وفي حاجه خلي بالك كمان اسمها ايه، الكريدت تيرمز. الكريدت تيرمز ديت اللي هي عباره عن مثلا ايه، يقول لك 3 على 10 نت 30. حد يعرف يترجم لي الكلام ده؟ حد يقدر يترجم لي الكلام ده؟ اللي هو خصم 3%. صح، برافو عليك، خصم 3% في مده وزن 10 دايز لمده 10 ايام. خصم مده عن كده. تمام بالظبط، لمدة 30 يوم، يبقى خصم 3% لمدة 10 أيام، يعني عطيلك أنا خصم، أنا كده كبياع عطيلك خصم 3% بس لمدة 10 أيام. طيب إجمالي بقى الأيام اللي أنا بعد كده بقى هشتكيك في المحكمة، يبقى ده يعتبر 30، تمام، 30 يوم. طيب يبقى أنا خلي بالك بقى لازم تعرفوا القانون ده يا جماعة، الجروس سيلز ماينس سيلز ريتيرن أند ألاونس ماينس سيلز ديسكاونت يديني النت سيلز. فانا مثلا لو افترضت السيلز ديسكاونت 10,000 فكان هيديني في الاخر النت سيلز اللي هي مكتوبه عندنا. طيب يبقى النت سيلز هنا كام؟ يلا يبقى كده ايه 100,000. يبقى ده اول حاجه لازم تبقوا عارفينها في الانكم ستيتمنت، لان في ناس كتير ما بتبقاش عارفه الموضوع ده. طب الجروس بروفيت والكوست اوف جود سولد، كوست اوف جود سولد بقى دي هي بدايه مدخلنا على الكوستنج، يعني دي كده بدايه دخولنا على الكوستنج. ايه الكوست اوف جود سولد؟ تكلفه البضاعه المباعه. تكلفه البضاعه المباعه. طيب جميل، تكلفه البضاعه المباعه ليها ايكويشن، ايه الايكويشن بتاعت تكلفه البضاعه المباعه بقى؟
ايه الايكويشن بتاعها؟ بنقول البيجيننج انفنتوري اللي هو مخزون اول المده، تمام؟ الناس اللي هي بس ضعيفه في الانجليش شويه او لسه مبتدئه تحاول ان هي ايه يعني في الاول بس هتتعب في الترجمه، لكن بعد كده ان شاء الله هتبقى ايه فهمني كويس جدا. البيجيننج انفنتوري اللي هو الفينيشد جودز، لا البيجيننج اه اللي هو الفينيشد جود بالظبط. ما انا بيبقى عندي مخزنين، عندي مخزنين، مخزن للمواد الخام ومخزن للفينيشد جود بعد ما بنتج. يبقى انا عندي بيجيننج انفنتوري صح، اللي هو بدايه مخزون اللي هي ايه الفينيشد جود اللي هي جت من ايه مثلا من المده السابقه من امبارح مثلا انتكت، يبقى بقى عندي مخزن الويب. وايه تاني؟ لا مخزن الويب ده الواحد، ايوه ده تالت، ده تالت مخزن، ده اللي هو الورك ان بروسيس، الورك ان بروجريس اللي هو انتاج تحت التشغيل. برافو عليك. بس ده بقى يعني خلي بالك هناخد في موضوع لطيف جدا لذيذ جدا اسمه الاي او بي اللي هو عدد الوحدات المعادله داخل المكن، ازاي احسبها عشان اقدر بعد كده احسب الايه عمليه التسعير. يعني عايز اعرف الاي او بي، طبعا هناخدها ان شاء الله اليونت الجاي، جزء جميل جدا. عندنا ويتد افريج وفايفو، نوعين من الايه من الاي او بي. طيب اول الايكويشن بيجيننج انفنتوري اللي هو مخزون اول المده زائد الانتاج البرودكشن اللي انا انتجته ماينس المفروض الاثنين دول طرفين، لو انا بقى هعمل طرفين يعني طرفين بيساوي بعض، يبقى انا بيجيننج انفنتوري بلس البرودكشن المفروض بيساوي الكوست اوف جود سولد بلس الاندنج انفنتوري. طب ازاي؟ واحد برضه مش فاهمها، يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ اقول لك مخزون اول المده زائد الانتاج زائد الكميه اللي انا بعتها. انا النهارده فتحت لقيت في المخزن في 10 ثلاجات، انتجت عليهم 50 ثلاجه، يبقى كده الاجمالي كله كام؟ 60. ال 60 دول اللي هم ايه متاحين للبيع، يسموهم كوست اوف جود افيلابل فور سيل، كوست اوف جود افيلابل فور سيل، دول اللي معرضين. بالظبط ال 60 دول، 60 ثلاجه عندي دول معرضين ان انا ايه ابيعهم. طيب انا بعت منهم، انا حاطط على اسكلوت والله، بس اتفضل ماشي ثانيه. بس هو البيجيننج انفنتوري ده اللي هو كان اندنج انفنتوري للفتره السابقه، بس هو بيجيننج انفنتوري للفتره دي. صح صح، برافو عليك، الله ينور. تمام. طيب بيجيننج انفنتوري، فتحت المخزن النهارده اهو في اول السنه مثلا يوم 1/1 لقيت عندي 10 ثلاجات، انتجت عليهم 50، يبقى كده الاجمالي 60، بعت من ال 60 دول 40، يبقى انا هنا عندي 10 والانتاج انتجت 50، بعت منهم سي مثلا بعت 40، يبقى اتبقى كام في المخزن؟ اتبقى 20، ده اندنج انفنتوري. 20 20 زائد 10 20 زائد 10 ما انا عندي هنا 10 و50 صح؟ 10 زائد 50 60 و40 و20 بعت منهم 40، يبقى لسه 20 كام؟ يبقى بقى اندنج انفنتوري 20. تمام. طيب اسمع صوت. طيب بعد كده بقى ايه بدايه ما دخلنا بقى فين بقى في انه حته بالظبط الكوست اوف جود سولد ديت. شايفين الكوست اوف جود سولد ده بقى، هي عايزين نعرف ايه موضوع الكوست اوف جود سولد بقى، تكلفه البضاعه المباعه. انا علشان النهارده ابيع واحسب تكلفه بضاعه مباعه مطلوب مني ان انا اسجلها كمخزون قبل ما ابيعها. يبقى بقى عشان تعرفوا المحاسبه الصحيحه ان انا لازم اسجل تكلفه المخزون كانفنتوري، يبقى انا لازم احسب البرودكشن كوست واسجل المنتج ده كمخزون علشان لما بيعه كانه طالع من المخزن عندي. وخلي بالك احنا هناخد برضو حاجه اسمها جاست ان تايم، ان انا ما عنديش مخزون خالص، طبعا دي لسه هناخدها ان شاء الله في جزء الكوستنج اللي هو اخر واحده. طيب الكوست اوف جود سولد، تعالى بقى نشوف الكوست اوف جود سولد مكونه عندي من ايه. ده يعتبر بالنسبه لي الفاكتوري او المصنع، هنعتبر المربع ده يا جماعه، المربع اللي انتم شايفينه ده هو المصنع بتاعي. طب المصنع ده مكون عندي من ايه؟ عندي حاجه اسمها الدايركت ماتيريال. ايه الدايركت ماتيريال؟ الدايركت ماتيريال اللي هي المواد الخام،
اسمها الدايركت ماتيريال. حتى بص معايا في الكتاب، عايزكم تفتحوا كده الورق اللي انتم اللي هو معاكم دلوقتي تمام، وانا بشرح تحوز يعني تشوف كده الدايركت ماتيريال، يعني اسمعها حتى من صوتي لو انت مش عارف بتتكتب ازاي، وشوف انا بشرح ازاي، حاول ان انت ايه تحطهم مع بعض. طيب الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والاوفر هيد. ايه الدايركت ليبر؟ اجور اجور مباشره العماله. بالظبط تكلفه العماله، برافو عليك برافو عليك. هنفترض مثلا ان انا عندي اهو ده المكن تمام، ده المكن، المواد الخام، المواد الخام هي اللي داخله تمام، ده يعتبر دايركت ماتيريال بتاعي صح، تعتبر الدايركت ماتيريال. طيب هنا العامل اللي واقف على المكنه، العامل اللي واقف على المكنه ده واللي بيشغلها ده يعتبر الدايركت ليبر تمام. يبقى الدايركت ماتيريال داخله اهي، ادي المكنه بتاعتي الماشين، وانا في المصنع، المربع اللي انا رسمته لكم ده المصنع بتاعي. يبقى المواد الخام، ادي العامل اللي واقف على المكنه بيصنع بايديه، لمس المكنه بايديه ده اسمه الدايركت ليبر. عشان لما هنروح للاسئله دلوقتي هتتلخبط، يعني في حاجه اسمها الاوبريتور، في حاجه اسمها الانجينير اللي هو المهندس اللي واقف على المكنه، لا ماليش دعوه، ليا دعوه بالعامل اللي لمس المكنه. وعندي الاوفر هيد، المكنه ديت عشان تشتغل محتاجه مثلا ايه لكهرباء، يبقى الاوفر هيد، الاوفر هيد اللي هينزل على المكنه ده يعتبر ايه، او الاوفر هيد واهلاك المكنه ده كله ده يعتبر اوفر هيد. تكلفه ايه؟ التكلفه الغير مباشره، الاوفر تكاليف صناعيه غير مباشره، تكاليف صناعيه غير مباشره. يسموها ايه بقى؟ يسموها يحطوا قبلها كده ام، اللي هي ايه الام؟ المانوفاكتشرنج اوفر هيد، مانوفاكتشرنج اوفر هيد اللي هي ايه، تكاليف صناعيه غير مباشره، يبقى تكاليف صناعيه غير مباشره تمام. كل ده المفروض بيساوي الفينش جود، بس ايه ده احنا كاتبين كده ايه باختصار. تعال نشوف، يبقى احنا قلنا الدايركت ماتيريال بلس الدايركت ليبر، العامل اللي واقف على المكنه بلس. حد عايز يسال حاجه؟ بس استنوني، في حد بيكتب على الشات ان هو عايز يدخل. انا قبلت كله والله، حتى الناس اللي بتجيلي بقبلها. واحد يسال تمام. انا والله مش سايب حد، يعني حتى اللي بيبعت لي اثناء الشرح بقبله، بيبعت بس يا جماعه يا ريت يعني قبل المحاضره علشان ما نقعدش نضيع وقت المحاضره، زي ما قلت لكم حاولوا ان انتوا يعني تجمعوا نفسكم قبل المحاضره بحيث ان احنا نبدا على طول، عشان مش عايزين نضيع وقت، عشان ده يعتبر تشتت. طيب دايركت ماتيريال زائد دايركت ليبر زائد فاريبل مانوفاكتشرنج اوفر هيد بلس الفيكسد مانوفاكتشرنج اوفر هيد تمام. طيب هو ايه الفاريبل مانوفاكتشرنج اوفر هيد وايه الفيكسد مانوفاكتشرنج اوفر هيد؟ احنا مش عارفينها. طيب اقول لك كده، احنا نعتبر نفسنا، قلت لك اعتبر نفسك ان الحته اللي انت فيها دي او المربع اللي انت فيه ده كله يعتبر ده الفاكتوري، ده المصنع بالنسبه لنا. اي تكاليف داخل المصنع مفروض تروح تترمى على المنتج وتعتبر برودكت كوست، اي تكاليف داخل المصنع تعتبر برودكت كوست. مش اللي هي التكاليف المباشره صح؟ تكاليف مباشره وتكاليف صناعيه غير مباشره. طب تعالى ايه، واحده واحده بقى نمسك بقى ايه كده واحده واحده. الدايركت ماتيريال ده في منه يعني في منه حاجتين، طالما هو مباشر تكلفه مباشره على المنتج، لان مواد خام بجيبها وبدخلها على طول على الايه على المصنع، او بجيبها وبدخلها على المكن، يبقى ده يعتبر مواد خام مباشره تمام. هنفترض ان احنا عندنا فرن عيش تمام، وبنعمل ايه؟ بناخد الدقيق نحطه في الفرن عشان نعمل ايه الخبز او العيش، ده يعتبر الدايركت ماتيريال بتاعي. طيب في منه حاجتين الدايركت ماتيريال، في منه يعني المفروض كده ان انت تقسمه لحاجه اسمها فاريبل، حاجه اسمها فيكسد تمام. بس هو احنا بنعتبر يعني احنا كجاب او كمنهج امريكي احنا بندرسه الدايركت ماتيريال فاريبل، وانت مغمض تكاليف متغيره دايركت ماتيريال تمام. يعني عايزكم تنسوا خالص اللاين ده. الدايركت ليبر يعتبر برضه زيه، يعتبر برضه فاريبل، يبقى تكاليف متغيره دايركت ليبر تمام. طيب الفاريبل مانوفاكتشرنج اوفر هيد زي ايه الفاريبل مانوفاكتشرنج؟ خلي بالك الدايركت ليبر، بس عايز اقول لكم عليها حاجه مهمه جدا. الدايركت ليبر
اللي هو العامل، الاجر بتاع العامل في امريكا يا جماعه هما بيتحاسبوا بير اور، يعني بعدد الساعات. اشتغلت 5 ساعات باخد مثلا في الساعه $5، يبقى 5 × 5 يعتبر 25، تمام؟ يبقى باخد $25 مثلا. اشتغلت 10 ساعات يبقى هاخد 50. يبقى الدايركت ليبر عشان احنا بندرس طبقا للجاب فلازم تعتبرها فاريبل. طيب الفاريبل بقى هنا ايه؟ خلي بالك بقى الفرق بين الفاريبل، في حاجه اسمها ويدجز وفي حاجه اسمها سالري. امتى تبقى فاريبل؟ لو هي قايمه على حاجه اسمها ويدجز اللي هي الاجور. ايه هو الاجر؟ يعني مثلا باخد $5 بير اور لكل ساعه، ده كده اسمه ويدجز. طيب لو الدايركت ليبر ده جه في الامتحان كده وقال لي ده بياخد سالري، بياخد بيزك سالري، يبقى هيتحول لفيكسد. في الحاله دي هيتحول لفيكسد زي المدير كده مثلا. مثلا العامل ده اللي انا بحاسبه بالساعه، قلت له لا يا عم انا مش هحاسبك بقى بالايه، بعدد الساعات اللي انت اشتغلتها، انا هدي لك في الشهر زي مثلا هدي لك $1,000 مانثلي. يبقى انا حددت كده راتبه، قلت له انا هدي لك تشتغل بقى 10 ساعات في اليوم، تشتغل 8 ساعات في اليوم، قلت له انا كده هديك $1,000. يبقى $1,000 دي تعتبر ايه؟ تعتبر مرتب ثابت. اشتغل بقى بعدد الساعات اللي هو اشتغلها انا هديله $1,000. يبقى ده في الحاله ديت اعتبرت الدايركت ليبر فيكسد. خلي بالك بقى يبقى تكاليف ثابته، بس احنا عشان بندرس طبقا للمنهج الامريكي فهم بيتعاملوا بناء على ايه؟ بير اور، بحاسبك على كل ساعه. يبقى طبعا عدد الساعات بيبقى متغير، فبالتالي الويدجز الاجور هتبقى فاريبل في الحاله ديت. فعشان كده برضو هطلب منك ان انت تعتبر الدايركت ليبر المنهج هنا فاريبل ما لم يذكر خلاف ذلك. طيب الفاريبل مانوفاكتشرنج اوفر هيد زي ايه؟ اللي هي التكاليف صناعيه بس متغيره، فاريبل فاريبل. تكاليف صناعيه متغيره زي ايه؟ تكاليف صناعيه متغيره زي يوتيليتي، يعني التكاليف الصناعيه المتغيره ديت مثلا الالكتريستي. مثلا انت لما بتيجي تدفع فاتوره كهرباء تدفعها على حسب الايه؟ الكيلوواتات اللي انت استخدمتها، زيوت التشحين بتاع مثلا. ممكن الالكتريستي سيمي فاريبل. نعم ممكن الالكتريستي ممكن تدفع جزء ده، لو انت بتاعه تدفع ايه جزء اللي هو الاشتراك الثابت مثلا، والايه والجزء المتغير بالظبط. لكن بالزبط. لكن الجزء المتغير ده يعتبر فاريبل مانوفاكتشرنج اوفر هيد. اليوتيليتي المنافع، الووتر مثلا، الاويل اكسبنس. طب الفيكسد مانوفاكتشرنج اوفر هيد اللي جنبها الاجار اجار المحل بالظبط، اللي هو ايه؟ الرنت، زي الرنت زي الايجارات، الاهلاك بالظبط. الاهلاك بس على ايه بقى؟ خلي بالك مش كل الاهلاك، على طريقه الاس ال ام المكن الستريت لاين ميثود، على القسط الثابت. خلي بالك لان في انواع من الاهلاك، فالاهلاك لو اتغيرنا في طريقه الاهلاك مثلا الدبل ديكلايننج او الاكسلريتد ديبريشيشن ميثود، يبقى انت هنا هتغير، يبقى كل سنه بيتغير الاهلاك ما بيديش قسط ثابت. يبقى الفيكسد مانوفاكتشرنج اوفر هيد انشورنس. الانشورنس اكسبنس برضو، برافو عليك. الايه الانشورنس يا جماعه؟ اللي هو التامين. الانشورنس اكسبنس اللي هو التامين. طيب المفروض ان الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر الاثنين دول، عشان طبعا لسه احنا بادئين بيهم، بيعتبر اسمهم برايم كوست. يبقى بيعتبر اسمهم برايم كوست. يعني بص كده، تعال نشوف كده مع بعض ايه هي البرايم كوست وايه الكونفرجن كوست. البرايم كوست طب يا دكتور، لو الاهلاك بتاع المبنى الاداري يتعمل؟ لا، اهلاك المبنى الاداري ده انت خرجت بره المصنع، ده انت خرجت بره المصنع هنا. لا انا طول ما انا في المصنع، المبنى الاداري ده يعتبر ايه؟ يعتبر بيريود كوست. بص بقى يا جماعه، ركزوا بقى معايا، انا جوه المصنع انا بحسب البرودكت كوست بتاعي. قلت لي مبنى اداري بقى، يبقى انا هنا اطلع من البرودكت كوست اروح لحاجه اسمها البيريود كوست اهي. تعالى هنشوفها مع بعض، اقرا معاكم الحته دي في الكتاب. تعالى نركز بقى هنا في الكتاب. البرايم كوست، شايفين البرايم كوست؟ كاتب لي ايه على البرايم كوست؟ دايركت ماتيريال زائد الدايركت ليبر.
الاثنين دول يعتبر تكاليف اوليه، لان انا لسه بادئ عمليه الانتاج. يبقى انا لسه بادئ اهو عمليه الانتاج، ادي الماتيريال وادي العامل اللي واقف، هو نفس العامل ده. خلي بالك بقى التكاليف الاوليه، العامل ده هو اللي شال الدقيق حطه جوه الفرن عشان يطلع العيش، صح؟ يبقى ده اسمها البرايم كوست، تكاليف اوليه. طب الكونفرجن كوست اللي بعدها، شايفين الكونفرجن كوست اللي هي التكاليف التحويليه، نفس العامل ده واقف بس هو اللي حط الفيشه بتاعت المكن علشان يشغل الكهرباء، فايه اخد اوفر هيد، وهو اللي اهلك المكن لان هو اللي بيستخدم الايه المكن. يبقى دي اسمها تكاليف تحويليه عشان يتحول لايه، لفينش جود، عشان يتحول لفينش جود. يبقى الكونفرجن كوست في عامل مشترك فيها الدايركت ماتيريال ودايركت ليبر، وهنا دايركت ليبر زائد مانوفاكتشرنج اوفر هيد. يبقى الكونفرجن اسمها تكاليف تحويليه، فيها بيتحول المنتج الى منتج تام عشان يروح يدخل في الايه، في الانفنتوري، عشان يروح يدخل يعني في الانفنتوري. تغليف، تغليف دكتور؟ نعم، تغليف، تغليف لا، تغليف المنتج ديت انت بعد ما تعمل عمليه، انا بتكلم على الانتاج. يعني مثلا انا سي ان انا التحليل. وصلت وصلت ان انا لمرحله خلاص خلصت المنتج بتاعي، هيبدا بقى ان هو يطلع ايه، يتغلف، صح؟ مثلا ماشي، برافو عليك. وبعد كده يخش المخزن، كل المراحل ديت تعتبر كونفرجن كوست، تمام؟ بس المانوفاكتشرنج اوفر هيد، انا داخل المصنع، انا داخل المصنع لسه ما خرجتش بره المصنع، يعني اخر مرحله هي المانوفاكتشرنج اوفر هيد بتاعتي. طيب خد بالك بقى من الحته اللي جايه ديت، ايه الفرق بين البرودكت كوست وايه الفرق بين البيريود كوست؟ البرودكت، البرودكت كوست هي تكلفه المنتج. يعني ايه برودكت كوست؟ بحسب شايفين انا هقول لكم على حاجه كويسه جدا، الانكم ستيتمنت اهي، صح؟ الجزء اللي فوق ده في الانكم ستيتمنت اللي هو فيما يخص الكوست اوف جود سولد، ده يعتبر برودكت كوست. ليه؟ لان الكوست اوف جود سولد ديت، شايفين اللاين اللي نازل ده، ده هو دي التكاليف كلها اللي داخل الايه، المصنع. من التكاليف دي كلها عشان تنتج، يعني انا تخيلوا لما جيت ابيع، بعت ب 100,000، بس لما اتكلفت، اتكلفت كام على البضاعه المباعه؟ 75,000، صح؟ اقسم ال 5. طب خلي بالك الكوست اوف جود سولد بيتحسب ازاي هنا؟ كوانتيتي اوف جود سولد او كوانتيتي سولد، كميه البضاعه المباعه ضرب الكوست بير يونت. طب فوق كوانتيتي سولد سيلينج برايس، ضرب السيلينج برايس، برافو عليك، عشان يطلع المية. يبقى الكوست بير يونت مكون عندي من اربع حاجات، دايركت ماتيريال والدايركت ليبر والفاريبل والفيكسد، وانا داخل المصنع ما خرجتش منه باهلاك المكن داخل المصنع، كل ده يعتبر برودكت كوست. يبقى جزء من البرودكت كوست هو الكوست اوف جود سولد، اثبتها لك. يبقى البرودكت كوست هنا عندي كوست اوف جود سولد يعتبر برودكت كوست. شايفين الجزء اللي تحت في الانكم ستيتمنت عندي، الجزء اللي تحت ده اللي هو من اول الاوبريتنج اكسبنس وانت نازل، معظم التكاليف فيه تعتبر بيريود كوست. زي ايه؟ يعني مثلا تعالى نشوف هنا الادفيرتايزنج اكسبنس اللي هي الايه، مصاريف الاعلانات، او الكوميشن اكسبنس هو الادفيرتايزنج اكسبنس، والماركتنج اكسبنس اللي هي مصاريف التسويق، مصاريف الاداريه والعموميه، المرتبات بتاعت الناس اللي شغاله في المبنى الاداري خارج المصنع، ها المبنى الاداري وإيجار المبنى الاداري كمان، بالظبط اي حاجه في تكاليف المبنى الاداري. ادي المين اوفيس بتتحسب تكاليف ايه، يعتبر بيريود كوست. بيريود كوست تكاليف ديت، تكاليف اسمها بيريود كوست، اي حاجه في المصنع تحت في الانتاج التشغيلي يعتبر كوست اوف جود سولد. عشان نعرف وين هدر عنا بيصير نفصلهم. يبقى انا هنا بيريود كوست، ممكن ترجمها ده مالك؟ طيب اسمها المين اوفيس اهو، بيريود كوست الايه، بيريود كوست البيريود كوست اهي، وده المين اوفيس. لا انا عايز البيريود كوست بالعربي يعني ايه؟
اللي هي تكاليف فترة. تكاليف الفترة، تكاليف سطر. تمام، تكاليف فترة. طب يا دكتور، تكاليف الفترة دي احنا بنقفلها في دي، تعتبر حسابات مش حقيقية بتتقفل، عشان كده بنحطها في قائمة الدخل. لكن البرودكت كوست دي انت بقى الحتة ديت جميل جدا، جميل سؤالك، جميل جدا. الحتة دي انت لسه هتعرفها معايا، يعني انا لسه هشرحها بس في المحاضرة الجاية. تمام، برافو، جميل جدا، ماشي. الناس كده بدأت تفكر صح. طيب إيه انا عندي ايه بعد ما طرحت؟ جبت الاوبريتنج انكم، صح؟ الاوبريتنج انكم اوعوا تنسوا ان هو ده الايبت، هو ده الايبت بتاعي. طيب جميل جدا، انا كل ده شغال في الانكم ستيتمنت، في المالتيبل انكم ستيتمنت. ايه المالتيبل انكم ستيتمنت اللي عندي؟ خلي بالكوا بقى. طب تعالى نحل كده نشوف الاسئله. يعني انا لسه لغايه دلوقتي احنا بناخد الفرق بين المانجمنت اكاونتنج. هو حد يقدر يحل السؤال ده؟ المانجمنت اكاونتنج ديفر فروم فاينانشال اكاونتنج. حلو يا دكتور، اتفضل. الناس تفكر، يعني هي المفروض المانجمنت اكاونتنج بتختلف عن الفاينانشال اكاونتنج في ان الفاينانشال اكاونتنج دي اصلا بتتركز على هيستوريكال كوست، مش وهيستوريكال كوست وتبقى حاجه في التاريخ في الماضي، يبقى مور اورينتد توارد الفيوتشر. دي غلط، دي اول حاجه. صح تمام، دي اول حاجه. برايمري كونسيرن ويز نون كوانتيتيف. نون كوانتيتيف دي يعني اللي هي كواليتيتيف، لا هي بتبقى كوانتيتيف. هو ايه كوانتيتيف وقوايم؟ عايز تقول للناس بقى النون كوانتيتيف اللي هي ايه؟ اللي هو الوصفي، اللي هو الكواليتيتيف، صح؟ اللي هو الوصفي، اللي هي الحاجات الخاصه بالمانجيريال والقرارات. بالظبط، يعني هي المفروض تمام، المفروض بايه؟ صح، مفروض كوانتيتيف عشان هي بتبقى ارقام. تمام، يبقى اي وسي غلط. برافو، هي بي بس انا بقول الاخطاء ليه يعني. طب ودي هتبقى دي؟ لا ليه هيفلي انفولف ويز دي تبع المانجيريال، دي تبع صح المانجر، تبع المانجمنت اكاونتنج ديسيجن. صح برافو عليك. المانجمنت اكاونتنج يبقى مش غير بي، مالهاش اكاونت فعلا بتهتم اكسترنال فاينانشال ريبورتنج. الاكسترنال فاينانشال ريبورتنج هو فعلا اختصار. يعني اكسترنال فاينانشال ريبورتنج مش هي اللي بتهتم بالتقارير، صح؟ اللي هي اللي هي القوائم المالية، التسميرين وال اللي هي القوائم المالية. القوائم اكسترنال فاينانشال ريبورتنج يبقى هي ايه؟ زي كانها طالعه الاكسترنال يوزر، صح؟ طالعه الاكسترنال يوزر. برافو برافو عليك، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ بي. تمام. طيب السؤال ده احنا قبل ما نروح، بس ايه، ناخد السؤال ده قبل ما نروح ناخد السؤال ده، هنروح نرجع ليونت 5. تمام، اطلع معايا فوق كده، اطلع معايا فوق. يلا، عندنا هنا السب ديسبلسز اوف اكاونتنج. استنوني بس لحظه واحده اشرح الحته دي بعد اذنكم. عند السب ديسبلسز اوف اكاونتنج اللي هي فروع المحاسبه. طيب فروع المحاسبه قلنا فاينانشال اكاونتنج، صح؟ واتكلمنا على الهيستوريكال فوكس. ايه الهيستوريكال فوكس بقى ده؟ طب ايه هو الجاب اللي هو الجنرال اكسبتد اكاونتنج برينسيبل، اللي هي المعايير الامريكيه اللي احنا بندرس عشانها السي ام اي؟ طيب اللي اشتغلنا بيها، ايوه، التكلفه التاريخيه، صح؟ التكلفه التاريخيه. برافو عليكم، برافو عليكم. انا عايز بس اسيف لكم ده. ايه التكلفه التاريخيه بقى اللي عندي؟ التكلفه التاريخيه، حد يقول لي كده مثال على الفاينانشال اكاونتنج؟ في الفاينانشال المبنى الاداري مثلا، التكلفه التاريخيه هي تكلفه شراء الاصل. صح برافو عليك. طيب هنفترض مثلا ان احنا عندنا في البالانس شيت، صح؟ البالانس شيت عندك في الايه؟ في الاسيت. طيب الاسيت انت عندك فيها لونج تيرم اسيت، صح؟ في اللونج تيرم اسيت اللي هي الاصول طويله الاجل، انا عندي فيها ايه؟ عندي فيها حاجه اسمها البروبرتي بلاند اند اكويبمنت، سيكشن البي بي اي. بالظبط، بروبرتي بلاند اند اكويبمنت. هنفترض ان احنا جايبين مثلا اكويبمنت، والاكويبمنت ديت مثلا سي من 10 سنين، احنا جايبينها في 2010، كنا جايبينها بكام؟ كنا جايبينها ب 100,000. يبقى ده يعتبر بالنسبه لي اسمه الهيستوريكال فوكس او الهيستوريكال كوست. خلي بالكوا بقى، ومنسجلها في الايرادات في 2020 مثلا بال 100,000 برضه، ملناش دعوه احنا بعناها بكام. بص بقى شوف بقى الحته ديت، وهتكلم على حته البيع.
تمام، لان في ناس بتسالني في الموضوع ده، وازاي نعمل الجورنال انتري بتاعها. عندك الايكويبمنت، انا كنت شاريها من 10 سنين ب 100,000، طبيعي ان انا في البالانس شيت لازم اجيب حاجه اسمها البوك فاليو، وعشان اجيب البوك فاليو لازم ان انا اطرح منها حاجه اسمها الاكيوميليتد ديبريشيشن. ايه الاكيوميليتد ديبريشيشن؟ اللي هو ايه؟ مخصص اهلاك. بالظبط، مجمع الاهلاك. مجمع الاهلاك صح. يبقى الاكيوميليتد ديبريشيشن اللي هو ايه؟ اللي هو مجمع الاهلاك. طيب مجمع الاهلاك اللي هو فين؟ اللي هو دلوقتي حاليا سنه 2020 اهو مصر. مجمع الاهلاك طلع مثلا 80,000، سين هو طلع 80,000، ده اسمه مجمع الاهلاك. طبعا لازم ايه هو الاكيوميليتد ديبريشيشن؟ يعتبر كونترا اسيت. الاكيوميليتد ديبريشيشن كونترا اكاونت، كونترا اسيت او كونترا اكاونت. كونترا اكاونت ليه كونترا اسيت او كونترا اكاونت؟ بيقلل كونترا. ايوه، عشان لان هو بالاصل هو اصل الكريدت. برافو عليك، برافو عليك. لان الاصول، الاصول انا بحطها ديبت صح، بتزيد ديبت، النيتشر بتاعها بتزيد ديبت وبتقل كريدت لما بيعها. طيب او لما يحصل لها اهلاك. يبقى انا هنا عندي اكيوميت الديبريشيشن بالطرح. واصلا دكتور لما بنهلك الاله فكده بنقلل قيمتها. بالظبط، برافو عليك، الله ينور عليك. انا كان نفسي والله اعرف اساميكم كلها، انا نفسي اعرف اساميكم كلها والله، لان في ناس ممتازه، في ناس بصراحه انا فرحان قوي بيهم، يعني ناس بجد، وكلكم ناس يعني فوق راسي والله. طيب يعني هو المفروض احنا بنخصص للاهلاك كل سنه الاله صح؟ بص بقى هتكلم فيها، هقول لك عليها ايه، هقول لك. بص بقى، البوك فاليو، القيمه الدفتريه، القيمه الدفتريه اسمها البوك فاليو. يبقى البوك فاليو يا جماعه، حد بس يكتب القانون ده لانه مهم جدا، وفعلا سال فيه قبل كده في امتحان. الهيستوريكال كوست ناقص الاكيوميليتد ديبريشيشن بيديني البوك فاليو. لازم تكتب القانون ده، خلي بالك لازم تبقى عارفه. هيستوريكال كوست، التكلفه التاريخيه، ناقص مجمع الاهلاك يديني القيمه الدفتريه ال 20,000. حبيت ابيع المكنه دي النهارده، حبيت ابيع المكنه دي النهارده، سي ان انا مثلا المكنه ديت ممكن ابيعها كسيلينج برايس سي مثلا 30,000، بكده كسبان. جميل جدا. طب عشان اسجل الجورنال انتري هسجله ازاي؟ نعكس القيود، الاصل المدينه بنعكسه بنساويه دائما، هو العمل والاهلاك المجمع في قيمه الاصل، وبعد كده تحط الفرق ربح او خسر. عمل دي 10 ربح، عمل الديسبوزل للاصل تبعد للاصل. يبقى الكوميونتي ديبريشن يتقفل ولا لا؟ يتقفل طبعا. صح، الكوميونتي ديبريشن. يبقى اول حاجه هنا هحط الكاش، هاخد ال 30,000. برافو. طيب وهنا تحت في الديبت اقفل ايه؟ الكريديت جين 80,000 صح يا شباب. واروح الناحيه الثانيه، كريديت اسيت بروفيت صح. الايكويبمنت احط هنا الايكويبمنت، برافو عليك. احط الايكويبمنت اقول ايه في الايكويبمنت؟ 100,000 بوك فاليو، 100,000 بوك فاليو صح. الهيستوريكال كوست، خلي بالكم بقى من المعلومه ديت، لازم الايكويبمنت تتقفل عندي بالهيستوريكال كوست، التكلفه التاريخيه. أيوة، عشان الفرق ما بين ال 180 يديني القيمه الدفتريه. صح، البوك فاليو. بالظبط، برافو عليك. ال 100,000 وال 80 دي يديني البوك فاليو. طيب وكمان الجين بقى، ما اللي اتبقى عندي اكيد جين صح؟ جين ما اكيدش. اي جورنال انتري مساوي الطرفين بيساوي الايه؟ الطرفين دول اللي هم على الشمال يساوي الطرفين على اليمين، ديبت بيساوي الكريدت. طيب الجين هنا كام بقى؟ يعني 10,000 زائد 30 يبقى 110، يبقى بالظبط 10,000. هتبقى ال 10,000 مجموع ال 80 زائد ال 30 ناقص ال 100. صح، ناقص ال 100. ده كده الجورنال انتري، ده كده الجورنال انتري بتاعي. تمام؟ طيب لو سمحت، في حاله اعاده تقييم الاصل هقول لك عليها. خلي بالك احنا هنتكلم عن، بص بقى، هنتكلم كمان على انواع الاهلاك في يونت 2 في جزء الفار. تمام. طب المانجمنت اكاونتنج، عشان نروح نحل بقى. يلا، المانجمنت اكاونتنج عباره عن ايه؟
انا بطلع هنا تقارير، هناك هنا كنت بطلع قوائم ماليه صح، فاينانشال ستيتمنت، لكن في المانجمنت اكاونتنج انا بطلع تقارير ماليه. زي ايه؟ زي ايه التقارير الماليه؟ الريبورتس صح، تقارير. يبقى هنا يعتبر وصف، انا بوصف قبل ما اخد قرار. عشان كده بقى النقطه دي هي اللي اتقال عليها ايه، نون كوانتيتيف، او اتقال عليها كواليتيتيف. ايوه العربي دكتور لو سمحت، اللي هي الوصفي، مش مش المعلومات اللي المفروض تروح للمستخدمين القرار صح، اللي هم بينفذوا القرار، اللي هم الانترنال اه، اللي هم زي الاداره، الاداره في قلب الشركه، ديسيجن ميكنج. بالظبط ديسيجن ميكنج صح. ما بتتبعش الجاب يا دكتور، ما بتتبعش الجاب، لا ديسيجن ميكنج اللي هم متخذين القرار. اه ديسيجن ميكنج زي ايه بقى ديسيجن ميكنج؟ تعال نشوف مثال، نشوف بس مثال، ندي مثال للناس. ايوه برافو عليك، اهو 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 عنده اهو بقى الميك اور باي. خد بالك بقى من الحته ديت، انا هدخل هنا يا جماعه في المانجمنت اكاونتنج، المحاسبه الاداريه. بتكلم عن ايه بقى المحاسبه الاداريه؟ عندي دايركت ماتيريال ودايركت ليبر وفاريبل اوفر هيد. هو ليه ما حطش الفيكسد هنا في النقطه دي؟ هو الفيكسد لما بحطها، يعني لما كنت بشرح لكم في الانكم ستيتمنت، يعني بص كده في المالتيبل انكم ستيتمنت، الكوست اوف جود سولد ال 75000 اللي هنا لازم مكونه من فور ايتم: دايركت ماتيريال، دايركت ليبر، فاريبل مانوفاكتشرنج اوفر هيد، وفيكسد مانوفاكتشرنج اوفر هيد. بس في المانجمنت، في المانجمنت لازم اشيل الفيكسد، لازم اشيل الفيكسد في الايه، في المانجمنت. ليه لازم اشيل الفيكسد؟ انا شوف الفاريبل فاريبل كوست صح صح. الفيكسد خلي بالكوا، هي الفيكسد كوست هي كده كده ثابته معايا في القرار. يعني انا يعني ايه قرار ميك اور باي؟ انا عايز اخد قرار بين ان انا اصنع داخليا ولا اشتري من بره. لو انا مثلا هصنع داخليا هتكلفني 62 دولار الوحده، طب لو هشتريها من بره هشتريها ب 60. طب هو انه اوفر لي اشتري من بره، يبقى نشتري من بره. صح طبعا. طبعا عشان اعمل سيفنج ب 4000. طيب إيه، انا خدت ثلاث حاجات بس ما خدتش الفيكسد. ليه ما خدتش الفيكسد؟ انا ليه ما خدتش الفيكسد؟ ما خدتش الفيكسد علشان ايه؟ لانه في دماغ هو لانه الفيكسد اذا صنعته داخل ولا خارج، الفيكسد اصلا هتكبنه. بالظبط هي كده كده ثابته، الفيكسد هتبقى رينت، كده كده ثابته سواء صح، هي كده كده سواء ان انا صنعت او ما صنعتش، اشتريت من بره كده كده ثابته معايا. عشان كده هعتبرها ايه، كل الحالات سانك كوست، بعتبرها سانك كوست، بعتبرها سانك كوست. جميل جدا. طيب يبقى احنا هنا الريليفنت، بص بقى خد بالك بقى من الحته دي. انا هنا لما جيت انا طبعا شفت كوتيشن وعرض اسعار وعملت حسبت الدايركت ماتيريال والدايركت ليبر والفاريبل عشان اعمل ميك اور بار. فهنا باخد ايه؟ باخد قرار صح. طب عشان اخد قرار يبقى اسمه كواليتاتيف، يبقى القرار ده بيبقى مكتوب، بيبقى مكتوب يدوي في معظم الاحيان. يبقى انا هنا في الحاله ديت انا هاخد قرار. عشان كده اعتبرت المانجمنت اكاونتنج فور ذا انترنال يوزر، فور ذا انترنال بيربوس. يعني عايزك تكتب لي جنبها كده فور ذا انترنال بيربوس، للاغراض الداخليه للشركه، عشان اخد قرار يساعدني في ان انا ايه، في ان انا اعمل ميك اور باي. يبقى ده كواليتاتيف ونون كوانتيتيف. طب الفاينانشال اكاونتنج اللي فوق دي، كل القوائم الماليه مكونه من ارقام. انت لما بتيجي تفتح البالانس شيت تلاقي مكونه عندك من ارقام، تفتح الانكم ستيتمنت مكونه من ارقام صح، تفتح الكاش فلو ستيتمنت. يبقى هي كوانتيتيف. هنا بقى يبقى ايه كوانتيتيف؟ رقمي، انما كواليتيتيف وصفي. طب مين اللي بيدعمهم؟ تعال بقى نشوف بقى الحته دي. انت عندك هنا الكريدت. بص لا بقى، اللي بيدعم الفاينانشال اكاونتنج والمانجمنت اللي هي الكوست اكاونتنج اللي هو الفرع الثالث. اه يبقى الكوست اكاونتنج فيه كواليتاتيف وفيه كوانتيتيف، في ان انت تطلع تقارير وصفيه او تطلع كوانتيتيف. يبقى بيدعم، بيعمل سبورت الاثنين زي ما هنشوفها. يبقى المانجمنت اكاونتنج، تعالى بقى نحل الكوكز والانفنتوري.